بسم الله الرحمن الرحيم. هي قرارات القضاء على المركزية أو نقل المركزية إلى النقابات الفرعية زودت دعم النقابة الفرعية وزادت من علاقة المحامي بالنقابة الفرعية، وده شيء جميل إن المحامي يكون مرتبط بنقابته الفرعية. فدي أهم حاجة في القضاء على المركزية، إنها زودت علاقة المحامي بنقابته الفرعية. طبعا هي بالنسبة للمحامي سهلت على المحامي وقت وجهد وعبء كانت بتقوم به النقابة الفرعية، إنها الخدمة ما بتأداش في نفس الوقت، كانت بتأخر تأخذ وقت على بال ما إيه على مال ما تتؤدى الخدمة، فكانت فيها تعطيل للمحامي، فأفضل أن توفر النفقات والسفر والجهد.